طيب انت عامل ايه وازيك وازاي الناس والكلام ده كله؟ ومن غير كلام كتير النهارده جاي اقول لك على افضل موبايل تقدر تشتريه بفئة 4000 جنيه، وهو الانفينكس نوت 11. هقول لك ليه الموبايل ده متكامل ومميز جدا في فئته السعرية، مع انه كان نازل في رينج 3.5 تقريبا حاجة كده، وبقى دلوقتي ب4 والله اعلم قدام ممكن يبقى بكام، بس لغاية دلوقتي القيمة اللي بيقدمها مقابل السعر كويس، كويسة جدا كمان. وعايز اقول لك ان ده مش ريفيو عن الموبايل، ده تجربة. انا بقالي فوق الشهر بستخدم الموبايل دوت وبجربه، وهقول لك بقى تجربتي، المميزات والعيوب اللي قابلتها في الجهاز دوت، وليه انا برشح الجهاز دوت في الفئة السعرية بتاعته. وعايز اقول لك كده، من اول ما بتفتح علبة الموبايل بتلاقي فيها كل حاجة حرفيا. انت معاك الموبايل نفسه عليه سكرينة، بتلاقي فيه جراب روش جدا اهو، جامد جدا. معاك الشاحن 33 واط، معاك السماعة، ومعاك حبة اوراق كتير وترابيزات بلياردو وبينج وحاجات كتير جدا، حتى حاطين لك الدولار اللي جايبنا الارض عادي. اول حاجة هتلاحظها اول ما تطلع الموبايل هو شكله انيق جدا، جامد. هو ظهر بلاستيك بس مصنفر، مفيش بقى بصمات، مفيش بقى الكلام ده كله. حتى بروز الكاميرا في بروز بس بسيطة، مش مقصرة في اي حاجة، مجرد ما تركب الجراب الدنيا بتتظبط. حتى وزنه 184 جرام، اللي هو الوزن المثالي يعني على حجم الجهاز، فالجهاز يعتبر كويس على وزنه. ومن الحاجات الجامده برضو اللي عاملاها لك روشه في التصميم، وهو الفريم هنا بقى حد عامل زي بتاع الايفون كده، بس ايه، ليه طابع مختلف شويه بس جامد. في مسكه الموبايل كمان ما عنديش مشكله فيه، الموبايل يعتبر حجمه كبير. من الحاجات الجامده جدا وعبرتني وهي الشاشه هنا اموليد في انفينكس عادي، وفئه سعريه قليله. بما انه اموليد فعندك بقى الاولوز اون ديسبلاي، الشاشه نفسها فول اتش دي والوانها جامده جدا، بس ممكن فاهم اللي هي اوفر شويه بالالوان، بس قشطه يعني. من ناحيه الوان والسطوع تحت اضاءه الشمس والكلام ده كله كان مظبوط جدا. مع وزن الجهاز الخفيف عندك بطاريه 5000 ملي امبير، بطاريه كبيره ووزن الجهاز كويس، فده حاجه جامده. وهنا بطاريات انفينكس جامده جدا، 5000 هنا يقعدوك حبه كويسين قوي. وكمان لو استخدامك مش قوي للتليفون انت ممكن تقعد يومين ثلاثه يا باشا بدون ما تشحن الموبايل خالص، مش شاحن ال 33 واط اللي بيشحن بسرعه، فما واجهتش مشاكل في حته البطاريه والكلام ده كله. ومن الحاجات الجامده برضو قوي في الجهاز هنا هي حته الاداء. هنا جايب معالج الهيليو جي 88، المعالج ده من حيث التصفح بقى والتنقل ما بين التطبيقات والحاجات اللي موجودة في الموبايل كان سريع ومفيش اي مشكلة خالص فيه. ولكن هنا بقى في حتة الالعاب فالاداء جامد. الاداء لو انت جيمر من الموبايلات اللي رشحها لك في الفئة السعرية دي هو اكيد الانفينكس النوت 11. وكمان انا من الناس مش مستخدمين انفينكس، وما كنتش الصراحة بحب قوي انفينكس، ولكن اما جربت الجهاز هنا لا، وجهة نظري اتغيرت. عشان كده انا ما اتكلمتش عنه اول ما نزل، بسبب ان انا ما كنتش مقتنع بالجهاز قوي غير اما جربته كمان، وجربته فترة يعني بقى لي فوق الشهر بجرب في الجهاز. في لعبة زي بابجي انت تقدر توصل هنا مثلا ل HD جرافيك وهاي فريم ريت، ولو عايز تعلي الفريم ريت شوية وتوصل للالترا بتقلل الجرافيك، فالدنيا كانت قشطة في حتة الالعاب، وسريع ومفهوش تقطيع، مفيش لاج هتقابله، مفيش بقى التقل بتاع الوجه، لان الوجه كده خفيفة مفيش اي مشاكل. ومن الحاجات الجامدة قوي اللي بقالي كتير ما بجربهاش في معظم الأجهزة اللي فاتت هي مستشعر التقارب. هنا هاردوير مش سوفتوير، فاللي هو انت بتحط على ودنك عشان تتكلم او اي حاجة بيقفل، هو مستشعر ما بيغلطش، فالحوار كان يعني يا جدع انت فين من زمان. ومن ناحيه الصوت فهنا سماعات ستيريو جامده، الصوت عالي ونقي، مش انقى حاجه ولكن كان مقبول جدا. ومن ناحيه الشبكات برضو ما وجدتش معاه اي مشكله، ان كان شبكات الموبايل او شبكات الواي فاي كانت ممتازه هنا. واكيد بعد كل ده مش هننسى الكاميرات. عندك كاميرا 50 ميجا بكسل كبيره قوي ديت، وعندك بقى الكاميرا الثانيه بتاع العزل، والكاميرا الثالثه ماكرو. صراحه اداء الكاميرات هنا في وضع النهار كان عاجبني جدا، ما كان الالوان ما بتبقاش حقيقيه واقعيه قوي، ولكن كانت مقبوله وبتطلع تفاصيل وديناميك رينج ساعات بيضرب، بس كان شغال يعني. هو ايه، عشان تطلع صوره حلوه بتضطر تصور اكتر من صوره عشان تطلع صوره واحده مظبوطه، متفهمش ليه بس يعني. وحتى تصوير الفيديو هنا كان في تصوير فيديو لغايه 2K، اللي هو ما بين ال 4K والفول اتش دي، يعني هو حاجه في النص كده، وفي تثبيت الكتروني والكلام من ده. حتى كام الاماميه في وضع النهار كانت برده بتطلع صور مقبوله جدا. واجمد حاجه في حته الكاميرات هي النايت مود، مفيش موبايل تقريبا في السعريه ديت او اعلى شويه كمان بيديك نايت مود بالجمدان ده، جامد. اللي هو انت بتاخد
تفاصيل وفرق ما بين الصوره العاديه والصوره اللي بفعل فيها النايت مود فرق شاسع، اللي هو ده موبايل وكاميرا وده موبايل وكاميرا تانية خالص. من الحاجات المميزه في الموبايل هنا هي البصمه، البصمه هنا سريعه جدا ومفيش بقى انيميشن او حاجه، فانت مجرد ما بتدوس بتفتح على طول، تقدر تشغل الفلاشين في نفس الوقت. صباح الخير. طيب ما نيجي بقى لعيوب الجهاز وايه المشاكل اللي واجهتني فيه. من الحاجات اللي ضايقتني اول ما طلعته من العلبه هي النوتش، النوتش القديمه ديت لسه ما عادش فيه موبايلات تنزل اصلا بالنوتش ده. ومن الحاجات اللي ما عجبتنيش في حوار الشاشه ان هنا 60 هرتز بس مش 90، اغلب الاجهزه اللي موجوده في الفئه ديت بتبقى 90 هرتز، وده بيبان في التنقل بقى وفي الالعاب والكلام ده، ولكن يعني هنا معوضلك اللي هي اموليد بس 60. وتاني عيب قابلني في الجهاز هنا هي في الكاميرات، هي مفيش كاميرا الترا وايد. يعني ليه؟ انا عارف ان هي لو كانت موجوده كانت هتبقى من عيوب الجهاز، ولكن كان الاوبشن هيبقى موجود. يعني انا حبيت اصور بالكاميرا الالترا وايد، وعاده بتبقى في وضع النهار ده كويسه على معظم الموبايلات بتبقى كويسه، ومن انفينكس برضو جربتها على اجهزه تانية كانت بتبقى كويسه، هنا بقى مش موجوده اصلا. ليه؟ ما عندناش الاوبشن ده. والتصوير عامه بشكل عام خاصه في وقت الليل وبالكاميرا الاماميه كانت الصور مش افضل حاجه، فيها نويز كتير الكلام ده كله، وده الصراحه ده المتوقع من موبايل في الفئه ديت. فانا عايز اقول لك ان في النهايه الجهاز دوت يستحق بجد ثمنه لغايه دلوقتي. يعني انا شاري النسخه ال 428 ب 4000 جنيه بالظبط، معرفش دلوقتي ممكن تكون زادت قد ايه او وقت ما انت بتشوف الفيديو، ولكن الجهاز كويس كويس على الفئه بتاعته ولسه ملوش منافس. انا نسيت اقول لك ان انت عندك هنا تقدر تركب خطين وكارت ميموري وكده، يعني عشان لو مهتم بالحوار ده. بس دي كانت كل حاجه عن الانفينكس نوت 11، واتمنى يكون فيديو لذيذ في السريع. بس ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب لو وصلت لغايه هنا، فانا بحبك جدا 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 جدا. وبس كده، سلام.